الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. معا للأبد. طبيعة حياة الزوجين تستمر حتى وإن توفي أحدهما. عندما يتوفى أحد الزوجين فإن خصاله وعاداته الحياتية تستمر في تأثيرها على حياة الشريك الذي ما زال على قيد الحياة نفسيا وصحيا، وذلك تبعا لبحث جديد نشر في جريدة ساينس سايكولوجيكال التابعة لجمعية العلم النفسي Association for Psychological Science. وأشارت نتائج هذا البحث أيضا إلى أن هذا التأثير والترابط بين الزوج المتوفي والآخر الحي يعادل في قوته العلاقة بين الزوجين لازال كليهما على قيد الحياة، حيث قال كايل بوراسا الباحث الرئيسي في الدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة أريزونا: يستمر تأثير من نهتم لأمرهم في حياتنا حتى وإن رحلوا عن هذه الحياة. ثم أردف قائلا: وجدنا ارتباطا وثيقا بين طبيعة وأسلوب حياة الشخص وطبيعة وأسلوب الحياة السابقة لشريكه المتوفي، كما مع شخص يراه ويتعامل معه يوميا. وقد وجد بوراسا وزملاؤه في بحث سابق دليلا على هذا الترابط في طبيعة حياة كل من الشريكين، مكتشفين بذلك أن الوظيفة الإدراكية والصحية للشخص لا تؤثر فقط على صحته وسعادته، وإنما على صحة وسعادة شريكه. إلا أن بوراسا وزملائه تساءلوا فيما إذا كان هذا التكافل قد يستمر بعد وفاة أحد الشريكين، فعمدوا إلى دراسة نموذجية شير كمشروع بحث راهن يضم ما يتجاوز 80,000 مشارك مسن من 18 دولة أوروبية، حيث قاموا باختبار بيانات 546 زوجا ممن توفي أحدهما خلال فترة الدراسة، وبيانات 2566 زوجا ممن بقي كلاهما على قيد الحياة. وكما هو متوقع، وجد الباحثون أن أسلوب حياة الشريكين في بداية البحث تنبأ بأسلوبها لاحقا، وقدمت النتائج الدليل على التكافل والترابط بين الشريكين، حيث ارتبط أسلوب حياة المشارك في بداية الدراسة بأسلوب حياة شريكه لاحقا. وتفاجأ الباحثون عندما لم يجدوا أي تغيير في قوة هذا التبادل والترابط في أسلوب حياة الشريكين عندما قارنوا الأزواج الأرامل مع الأزواج الذين بقيا كلاهما على قيد الحياة. والمثير للاهتمام هو أن نتائج المجموعة الأولى جاءت نسخة طبق الأصل عن نتائج المجموعة الثانية، وقد رسخت المجموعة المستقلة في دراسة شير ثقة الباحثين بالنتائج. وقال بوراسا شارحا ذلك: يبقى أحبابنا معنا حتى عندما نفقدهم ولو جزئيا. وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتطرق إلى آلية هذا الترابط والتكافل بين الشريكين، إلا أن بوراسا وزملائه افترضوا أن التفاعل المستمر بين الشريكين هو العامل المحتمل لهذا التزامن عندما كان الطرف الآخر حيا. ويأمل الباحثون في إجراء بحث تجريبي في المستقبل لاختبار الآليات المحتملة لحدوث هذا الترابط، حيث قال بوراسا: ما نريد معرفته هو هل التفكير في شريكنا فقط كاف لخلق هذا الترابط والتكافل؟ وإن كان كذلك، كيف لنا أن نستخدم هذه المعلومة لنساعد من فقدوا شركائهم على تخطي ذلك بشكل أفضل؟